بعين شاهدت مباراة الأمس يا أبو عبد الرحمن؟ والله شاهدتها بعين الرضا للأمانة وبعين الإعجاب أن تكون أمسية بهذه الطريقة وأن تنفذ بهكذا أسلوب. أنا أعتقد أنه فاتحة الأمسية كانت التيفو حقيقة كان رائع جدا، تشكر عليه جامعة جدة على هذا الجهد وعلى هذا التقارب وعلى هذه اللفتة الجميلة بين الجماهير في مثل هذه الومضات وهذه الرسائل المهمة. نعتقد أنها تنجح المؤسسات في الدولة في تقديم حقيقة نموذج للرياضة. الأهلي والاتحاد يدا بيد إخراج هالتيفو بمحمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وبالفعل هو قدوتنا دائما وأبدا بذاك الشعار اللي نزل به اللاعبين أيضا في دعم جنود الوطن. أعتقد أنها صورتين معبرة كانت حقيقة لفتة جميلة جدا يشكر عليها القائمين. التنظيم في الملعب 53 ألف متفرج بروح رياضية واحدة وسائدة، أنا أعتقد أنها جمالية رائعة، افتتاحية مناسبة. الديربي كونه ديربي والأعلى حضورا جماهيريا بما دار فيه من أحداث بعيدا عن نتيجة المباراة اللي كان فيها بالفعل يعني تجسيد للعنوان قسوة على نادي الاتحاد، لكن أعتقد أنه بعيدا عن يعني تفاصيل المباراة ونقاطها أنا أعتقد أنه كانت في الأمسية كثير من المكاسب على الجانب الأهلاوي، لكن أعتقد أنها على الجانب الاتحادي كانت ربما يعني قاسية بالفعل. في الأهلي تحديدا يعني عد وغلط في المكاسب المعنوية اللي تحصل على الفريق أنه يفوز على منافس يفوز عليه بأربعة، يفوز في مرحلة مهمة ويقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة، البدلاء كلهم يسجلون، الوافدون للأهلي أيضا يسجلون. الأهلي قبل هذه المباراة كان يفوز، لكنه كان على مستوى الأداء هناك يعني كانت رؤى مختلفة حول أنه أداءه الفني ما زال دون المستوى. رأينا في الشوط الثاني أمام الشباب يتصاعد الفريق، أمس كان حضوره فني لافت جدا حقيقة على مستوى الأداء الجماعي، الخطورة، التسجيل، اللاعبين يسجلون من كل الاتجاهات، الانسجام، التناغم بين الفريق، الجهاز الفني حقيقة قدم رؤية مميزة حقيقة في المباراة. يبدأ الفريق يخفق في أول دقيقتين ويحصل هدف في مباراة مثل هذه ويعود بشخصيته وشخصية البطل. أنا أعتقد أنها مكاسب كثيرة للأهلاويين في مباراة أمس، اللي مهند يسجل، عبد الفتاح يسجل، فدفة أيضا اللي كان يدور حوله عملية بقاء ورحيله يسجل، في مكاسب جملة. سعيد المولد لا ننسى أيضا لاعب وقضيته الشائكة في الاحتراف السابقة وأيضا يسجل، كلها مكاسب حقيقة غنمة الأهلي من مباراة أمس. خسروا خسارة واحدة، أتصور فقدانهم للكابتن علي عواجي اللي أتمنى له من هذا المنبر حقيقة السلامة وأن يعود. حسب التصاريح اللي أود ذكر أنه في كسر في المفصل وأنه ما زالت هناك كثير من الكشوفات الطبية لتبيان حالته الصحية، لكن أنا أعتقد أنه إجمالا كانت ليلة أهلاوية لا تنسى. طيب الشباب يبدو أنهم متابعين تطورات الحالة الصحية للكابتن علي عواجي، نقول أتمنى له الشفاء العاجل. زميل رياض يقول انه في عنده كسر في الفك، اعتقد كسر في السن اضافه الى الاصابه التي تعرض لها، ومن هنا من خلال هذا المنبر نتمنى له الشفاء العاجل وان يعود ان شاء الله الكابتن علي الى الملاعب. هم يقولون انه في كسر في عظمه الساق وفي خلع في المفصل، هذا بالنسبه للاصابه للصور يعني اللي قد يعني تفقد الاهلي يعني عنصر مهم. وبالمناسبه ثاني اصابه على مستوى الفريق الاول بعد اصابه اسلام سراج، يعني تفقد عنصرين هجوميين مهمة في موسم رياضي ساخن وفي البدائل، لكن أعتقد أنه عند الأهلي البدائل القادرة حقيقة على تعويض الكابتنين والنجمين اللي نتمنى لهم السلامة والعودة سريعا إلى الملاعب. طيب عبدالعزيز.